اكلة النهاردة خفيفة وسريعة جدا، وهي ميكس بين الفطير الشرقي والبيتزا. تنفع عشاء سريع او غدا خفيف، والميزة اللي فيها انها بتقبل اي مكونات وانت اللي بتتحكمي فيها. شوفي شكلها عامل ازاي، جميل جدا. شايفة ميكس تحفة بقى بين الجبن والخضار والبروتين، تقدري تتحكمي في البروتين زي ما انت عايزة والخضار. شايفة شكلها عامل ازاي، وشايفة البيتزا التانية. يلا تعالي بقى اوريكي عملتها ازاي. المقادير معايا هنا: فطير، طماطم قطع، انا شايلة من الطماطم البذور والقشر بتاعها عشان لما احطها على الوصفة هنا على الفطير ما تنزلش المية بتاعتها. معايا فلفل، وفلفل هنا دواير، لانشون وكاتشب، ومعايا زيتون اخضر وزيتون اسود، وميكس جبن شيدر وموتزاريلا. والبروتين بقى هنا بانيه، تقدري تستخدمي ستريبس بانيه زي ما يعجبك، ممكن تكتفي باللانشون والخضار، ممكن تحطي خضار بس. يعني انا بديكي ايه الوصفه وانتي بقى ايه ابداي فيها زي ما انتي عايزه. يلا بينا نبدا. اول حاجه هعمل فطيره البروتين، هنحط الكاتشب كده ونوزعه. مش لازم تستخدمي كاتشب زيي، ممكن تحطي صلصه طماطم اللي يعجبك. انا عملت معاكم الكاتشب البيتي قبل كده، وهسيب لكم اللينك بتاع الفيديو تحت تحت في الفيديو من تحت، تتفرجوا عليه براحتكم بقى وتعملوه، موفر وجميل. بس كده، وهنحط الخضار، تقدري تقللي تكتري تستخدمي الخضار اللي يعجبك او اللي انت بتحبيه. ونحط الطماطم، وزي ما قلتلك الطماطم بقى ايه، تكوني شايله القشر بتاعها بيكون افضل يعني، وتشيلي البذر بتاعها برضو عشان ايه ما تعملش ميه هنا على الفطيره. حطي بقى الزيتون، بيدي طعم حلو قوي. انا بحب بصراحه الزيتون الاسود مع الاخضر، ادخله في الوصفات بتاعتي. والبروتين بقى زي ما قلتلك، تقدر تستخدمي فراخ، لحمة، ممكن تحطي تونة برضو زي ما يعجبك. الحاجة اللي انت بتحبيها حطيها في الوصف. واخر حاجة بقى هنحط ميكس الجبن الجميل ده. ممكن برضو تستخدمي بدل الجبنة الشيدر تحطي جبنة رومي مبشورة مع موتزاريلا، تحطي جبنة رومي مبشورة بس، موتزاريلا بس، براحتك خالص. الوصفة معاكي، ابدعي فيها زي ما يعجبك. خلاص خلصت الفطيرة دلوقتي، شايفين، وحطيت كمان عليها قطع فراخ من فوق عشان لما الجبنة تسيح يبقى شكلها جميل وطعمها احلى. هندخلها مع بعض الفرن، هندخلها الفرن هنا على الشبكة فرن وسط لحد ما الجبنة تسيح، وبعدين اطلعها واوريها لكم. هنعمل فطيرة الخضار واللانشون، بصوا كده، نحط الكاتشب الجميل بتاعنا. نوزعه بقى كويس، وزي ما قلتلك لو عايزة تحطي صلصة حطي براحتك، مش لازم كاتشب. وبعد ما وزعت الكاتشب كويس هحط الخضار، الفلفل بتاعنا بقى القطع الجميل، ونحط شوية من الطماطم، ونحط شرايح زيتون. جربي بقى الزيتون النوعين دول مع بعض، الاسود مع الاخضر، يديكي طعم تحفة. ونحط ايه البروتين بتاعنا بقى في الفطيرة دي، وهو اللانشون. تقدري تحطي بسطرمة، سجق، اعملي اللي يعجبك. انتي ما بتعملي الحاجة ليهم بحب كده في البيت، هتطلع من ايديكي جميلة وحلوة. واخر حاجة بقى نحط الجبنة، نكتر بقى، نقلل براحتك خالص.
بس شايفة منظرها جميل ازاي؟ خلاص خلصت الفطيرة بتاعتي الجميلة، وشايفين زينتها ازاي؟ عملت الشكل ده. ممكن انتي توقفي الاطفال لو عندك اطفال معاكي يساعدوكي يعملوا الشكل الحلو ده، هينبسطوا قوي، هيفرحوا ويعملوا الحاجة معاكي وهيريحوكي كمان. هدخلها بقى الفرن وبعدين ايه هوريها لك مع التانية. خلاص طلعت الفطاير من الفرن، شايفين شكلها وجمالها وحلاوتها زي ما انتوا شايفين كده، وسهلة خالص وعملناها في وقت قليل. قوليلي رأيكم بقى تحت في الفيديو، وشايفين شكلها كمان احلى من البيتزا اللي بره بكتير. جربوها بقى وقولولي ايه رأيكم.